وللحديث أكثر عن تقرير الخارجية الأمريكية عن وضع حقوق الإنسان في العراق ورصد حالات التعذيب الممنهج داخل السجون، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي. حياكم الله أستاذ علي. حياكم الله، رمضان كريم، بارك الله فيكم. أهلا بك، رمضانكم مبارك. الخارجية الأمريكية تصدر تقريرها السنوي الذي رصد انتهاكات وصفها بالممنهجة ضد المعتقلين في السجون الحكومية. بداية أستاذ علي، يعني كيف تقرأ هذا التقرير الذي يدين الحكومة في العراق؟ بداية أن هذا التقرير يعني لا يوثق ولا يعني يؤكد أو ينشر قطرة من بحر الظلم في السجون العراقية، وفي سواء في السجون التابعة للحكومة العراقية أو الميليشيات أو الانتهاكات الأخرى التي تحدث. قد لا يعلم الكثير أن تقارير الخارجية المختصة بحقوق الإنسان قبل 2003 كانت تعتمد بشكل رسمي من الحكومة العراقية وتطرح الكونغرس، وتقام لها يعني مؤتمرات وندوات وغيرها، ويتم على أساسها الاتصال بجهات عراقية معارضة ومنظمات إنسانية مناهضة للتعذيب في العراق. هذا كله الآن لا يحدث. يعني ما فائدة هذا التقرير؟ من يتبع هذه التقارير، يتابع تقارير الخارجية الأمريكية التي تصدر سنويا، يعتقد بأن وزارة الخارجية تعمل بمعزل عن الحكومة الأمريكية. إذا كانت هذه التقارير لديكم وهذه الوثائق لديكم، لماذا تتعاونون مع هذه الحكومة وتقدمون لها الدعم؟ لماذا لا تطرحون هذا الأمر على الكونغرس كما كنتم تفعلون قبل، أو تطرحونه بالمحافل الدولية، أو تضغطون على الحكومة العراقية حتى توقف هذا الأمر؟ هذا أمر محير. نحن نقول لوزارة الخارجية الأمريكية، نحن نعلم بهذه الانتهاكات، ونعلم أن هذا الذي نشرتموه لا يمثل قطرة من بحر الظلم في العراق، لكن ما هو الحل؟ ما هي الخطوة الثانية التي يعني هل السؤال هنا، هل الخارجية الأمريكية مضطرة لإصدار مثل هذه التقارير أم ماذا؟ ما الفائدة؟ يعني كما ذكرت، ما الفائدة من ذكر هذه التقارير في ظل غياب المحاسبة؟ التقارير لا تشمل فقط العراق، التقارير تشمل كل دول العالم. هناك تقارير سنوية تصدر من الخارجية توثق حالات، وهذا أكثر شيء يعتمدها الحزب الديمقراطي، يعني هو ضليع في هذا الأمر كما كان قبل العام 2003. يعني هذا أمر معروف تصدرها وزارة الخارجية، لكن الإجراءات اللي تترتب عليها بعد ذلك شنو؟ هو هذا الأمر. ثم الأمر الآخر الأهم، أنه هذا التقرير أغفل شيء مهم، أنه هذه الميليشيات والأحزاب والحكومات التي اتهمها التقرير رسميا بالتواطؤ بالتعذيب والقتل والإعدام خارج نطاق القانون والإخفاء القسري، هذه هي الأمريكا التي أتت بها، وإلى يومنا هذا تقدم لها الدعم وتقدم لها المستشارين، وسفيرتهم تلتقي بكل مسميات هذه الميليشيات التي يعني قادة هذه الميليشيات الملطخة أيديهم بدماء المعتقلين وغير المعتقلين. ذكر تقرير الخارجية الأمريكية أن السجون في العراق باتت لربما أماكن للانتقام من قبل القوات الحكومية والميليشيات. ما مدى دقة ما ذكر في هذا التقرير أيضا؟ هذا التقرير، هذا الكلام دقيق 100%، ونحن كتبنا إلى الخارجية وكتبنا إلى المنظمات الدولية في هذا الأمر. كلنا نعلم أن السجون العراقية هي يعني أماكن قتل وإخفاء قسري وانتقام وأعمال انتقامية تقع بها، و 99%، يعني أنا أجزم أن 99% من المعتقلين نتيجة المخبر السري أو شايات طائفية أو اعتقلوا على أساس طائفي، هذه يعني يعلمون بها جيدا. لكن الإجراء اللي راح يترتب على هذا التقرير شنو؟ هو هنا المهم، وهذا ليس أول تقرير، كل عام يصدر هذا التقرير من وزارة الخارجية. طيب أنتم يعني أستاذ علي كرئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق، كيف يمكنكم الاستفادة من مثل هذه التقارير فعليا؟ نعم، نستفاد من هذه التقارير ونحاجج بها المنظمات الدولية ونحاجج بها حتى الحكومة الأمريكية. هذه مفيدة بالنسبة لنا 100%،
وأنا يعني متأكد بأنه هذه يعني، لكن اللي دا يحدث بها أنه أمريكا نوعا ما من جانب آخر، يعني إذا نظرت الأمور من جانب آخر، أمريكا تدين نفسها، لأنه كل ما يحدث في العراق هو سبب الاحتلال الأمريكي الذي ولى هذه الميليشيات والأحزاب والمسميات، وخطط ورتب لما تسمى بالعملية السياسية التي أتت بالقتلة والمجرمين والذي تستقبلهم سفارتها في كل يوم. نعم، بالنسبة لمسؤولية الأمم المتحدة لوقف هذه الانتهاكات، ما الذي يمنع الأمم المتحدة من الاطلاع بمسؤوليتها في العراق؟ هل هي لربما المصالح والتوازنات الدولية، أم أن هناك تواطؤا؟ يعني على حسب متابعتكم، ما هو سبب عدم اطلاع الأمم المتحدة بمسؤوليتها؟ يعني من التناقضات الغريبة في هذا التقرير أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية يذكر أن قسم الأمم المتحدة المختص بحقوق الإنسان بالعراق وثق عمليات تعذيب وانتهاكات كثيرة، لكن الأمم المتحدة في العراق وقسم حقوق الإنسان لم يذكر من هذا الشيء، وهذه هي التناقضات التي تؤكد بأن هناك تواطؤ وهناك يعني تضامن أو يصل إلى حد الاشتراك بالجرم الذي يقع في السجون. وإلا لماذا الأمم المتحدة إذا وثقت هذه الأمور لماذا لا تعلنها؟ لماذا لا تشهرها في وجه الحكومة العراقية؟ يعني الخارجية الأمريكية تصدر هذا البيان وتأكد به أن الأمم المتحدة مكتبها في العراق المختص في حقوق الإنسان وثق، ومكتب حقوق الإنسان في العراق لم يتحدث في هذا الأمر. هذا تناقض عجيب. أنا أعتقد بأنه هذا يعني يجب أن قسم البرنامج اليونامي والأمم المتحدة وقسم حقوق الإنسان الموجودين في العراق عليهم يعني أن يتحدثوا أو يبرروا هذا الكلام. في ظل يعني غياب المسؤولية وأيضا يعني غياب المتابعة الأممية لهذا الملف، بماذا تنصح أهالي المعتقلين والضحايا؟ يجب أن يعني يتخذوا هؤلاء الناس المساكين الذي تخلت عنهم كل الدنيا أن يتجهوا إلى المنظمات الدولية، أن يوثقوا عملية الانتهاكات، أن يتواصلوا مع المنظمات الدولية. هذا أمر مهم، وأنا أعتقد بأنه الوضع في العراق يعني لن يستمر على هذا الأمر رغم الظلم والضيم والحيف الذي حدث. يا سيدي، حتى هناك دول أوروبية وغربية الآن في رمضان تأخذ بنظر الاعتبار وضع المعتقلين المسلمين وتخفف عنهم. دول أوروبية، وأؤكد هذا الكلام، دول أوروبية وغربية، إلا في العراق يعني هناك عمليات في 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 رمضان تزيد عمليات القهر والحرمان من الجوع والطعام والدواء. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من برلين، رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق، الأستاذ علي القيسي. شكرا جزيلا لك.